ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. أفغاني شخصي. في مشاعر صار صعب إظهارها بأي شكل من الأشكال وأنت بالغربة، لأنه لمين بدك تظهر؟ كل اللي بتشوفهم هون نفرات مثلك، يعني كل نفر جاي من إرنة وحامل على ظهره جبل من الأحزان وفايت على درس اللغة. من أول كانت الأخبار بالنسبة لك ثقافة للإطلاع وحفظ المعلومات وسردة في المجالس الثقافية، حتى أنه مرة كان في واحد سوري تاجر لانجوري قاعد مع مثقفين يساريين، قال أنه بضاعته وصلت للاتحاد السوفيتي السابق من عنده، وبلغاريا ورومانيا وأفغانستان بشقيها شاه مسعود وطلبان، بس بالنتيجة هم أفغانستان ما كان يأكل معك ولا زرة مشاعر، يعني عادي شيء ما بتنتمي له، مو من عشيرتك، وبيضل كل مشهد عم تشوفه من هنيك على التلفزيون مجرد أخبار. يقولون شي يقولون تقول قوالهم إن شاء الله. إيه أحسن شيء الواحد ما يشوف أخبار بينتزع مساء. بدك تقنعني إنك متضايق مشان أفغانستان ومو جاي بالك تسهر؟ لا مو لهالدرجة، بس يعني تعكر مزاجي شوي. ايرو لكان هلا وبس تشوف كاس العراق اللي عم يزهزه بقلبه التلج بتنسى. يروقنا لكان تاكسي العداد معطل. والله يا شباب قديش بالعادة بتطلعوا بهالمشوار؟ بصوت واحد ب25. ايه تفضلوا ب50 تكرم عينكم. بصوت واحد تفضلت يا غالي. التاكسي ينطلق الى عالم النسيان. طال صمتك يا صاحبي حتى تحول الى انين. عرفت بقى شو وضع النفر الحزين؟ لا لا تشكي لي ببكي لك. شو ببكي لك ما ببكي لك؟ قول أنهار لك أيما انهيار وأصير كومة أحجار قدامك لا تسمع ولا تتكلم وغير صالحة للاستعمال حتى لأعمال الشر والشجار. إيه لأنه بالحقيقة مو أحجار هنن، بوالين على شكل أحجار. وانت بتعرف كيف لما بتضرب واحد بالبالون، اول شيء ما في تحكم بالضربه ابدا لانه البالون غير خاضع لقانون جاذبيتك وبالتالي بيروح وين ما بده. فهيك وضعنا يا اخي الشاكي مع تحيات اخوك الباكي سلفا على كل وضعك وكل مآسيك. من وقت ما تعرفت عليك حسيت نحوك بهالمشاعر، بس ما حكيت مشان ما افتحه لجرحك وانت تقعد بكل السهره تكابر. اخي ابكي شو عليه، ابكي خلاص افتح قلبك. انا مثلك سوري يعني بفهم عليك، ايه عالطاير بفهم عليك، بس اكذب عليك واقول لك بعرف افغاني؟ لا والله، اكثر شيء بعرفه هو شاه مسعود وطلبان والرئيس اللي نسيت اسمه قرضاي، وغير هيك بعرف ان فلا وبراري على مد النظر وجبال وتلج وشوب والذي منه. خلص افتح قلبك، انا مثلك سوري يعني بفهم عليك، عالطاير بفهم عليك، بس اكذب عليك واقول لك بعرف افغاني؟ لا والله، اكثر شيء بعرفه هو شاه مسعود وطلبان والرئيس اللي نسيت اسمه قرضاي، وغير هيك بعرف ان فلا وبراري على مد النظر وجبال وتلج وشوب والذي منه، بس ما شفت بنايات ولا بيوت، بيجوز ما عندكم كثافه سكانيه مثلنا. بعرف الشادور هذا بيجي يعني عندنا مثل البرقوع، والنسوان بيمشوا ورا الرجال. ايه شو كمان؟ ايه كمان بعرف نكتة أفغانية. الوحدة أفغانية قالوا لجماعة حقوق المرأة انه لا تمشي ورا جوزك، قام قالت لهم في بالطريق ألغام. حلوة عجبتك؟ صحيح عالسيرة، انت مع حقوق المرأة ولا مع الشادور؟ ما عندكم مثلنا حل وسط؟ إشارب؟ نحن عنا نسوان بلا إشارب، المحجبات عنا بيلبسوا إشارب. هلأ ما عاد حدا يستخدم إشارب أسود أو أبيض إلا بالعزة، كله صار ملون، أحمر، أصفر، أخضر، بنفسجي، موف، أورانج، مشكل، مشجر، مزهر، شو ما بدك. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.